لا، بمحاضرتنا اليوم هي بلشنا احنا بمحاضرات الفصل الثاني، فمحاضرتنا اليوم حتتكلم عن البروتين سيبريشن، لأن الفصل الثاني عندكم أكثر بايو كيميكال وهيماتولوجي، فواحدة من هذه المحاضرات هي محاضرتنا للبروتين سيبريشن، طرق فصل البروتين. أنا حسجل لكم فيديو أثناء ما أشرح لكم هسه المحاضرة حتى أنزل لكم إياه على الكلاس للجميع، حتى إذا عندكم فتشي ملحقتوا وياي بي. بروتين سيبريشن تكنيك، طرق فصل البروتين. بروتين can be characterized by the amino acid content, nutritional value and functional properties. طبعا البروتين كلنا نعرف انه إله يتكون من امينو اسيد. الشيء الثاني اللي يميزه انه إله فد قيمه غذائيه عاليه، خصوصا اذا تشوفون اغلب المواد الغذائيه او اغلب التغذيه مالتنا انه لازم تحتوي على البروتين. الشيء الاخر المهم هو الفانكشنال بروبرتيز، الخاصيه مالته الوظيفيه، يعني كل ما كان موجود ببروتين إلى فد خاصية مهمة. لذلك طرق فصل البروتين حيفيدنا يا أما في تصنيع الأغذية، يا أما يفيدنا في تصنيع بعض الفارماكولوجي، يعني يدخل بالأدوية أو باللقاحات أو بالفيتامين. هذه كلها ممكن أن ندخل بها كمية بروتينات، لذلك طريقة الفصل مالته مهمة. Separation of protein techniques rely on the difference in the solubility, size, charge, adsorption, characterized of protein molecules. طريقة فصل البروتينات حتعتمد على يا أما solubility، ذوبانية هذه الجزيئات مالت البروتين، اعتمادا على السايز، حجم الجزيئة مالت البروتين، اعتمادا على التشارج، يعني الإشارة مالته هل هي نيجاتيف أو بوزيتيف، مثل ما تكلمنا بعمليات الفصل بالإلكتروفوريسيس. ايضا الطريقه الاخرى اعتمادا على الادزوربشن كاركترستيك، اكو بعض من الجزيئات خصوصا اللي تكون صغيره الحجم ما راح تفصل بهذه الطرق البقيه، وانما تفصل عن طريق الادزوربشن، يعني انه حيصير لها اللي نسميها الادزوربشن، المصطلح الترجمه العربيه مالته امتصاص. يعني شنو الامتصاص وليس امتصاص؟ الامتصاص يعني حتتسق مع جزيئات اخرى تخرجها إلى خارج هذا المكان، فبالتالي عملية الفصل مالتها حيكون ارتباط هذه الجزيئات مع بعضها البعض، وبالتالي تخرج إلى خارج إلى المكان اللي نحتاجه بالفصل. طرق الفصل عندنا عديدة، طبعا احنا اغلب الطرق اللي هنتكلم بيها اليوم هي الطرق اللي احنا يعني ماخذيها بالبايوكيمستري او ماخذيها بالبايوكيميكال او بغير مكان، لذلك كل طريقة هشرح لكم اياها اليوم مجرد فقط مبدأ عملها، كل طريقة بلخصت لكم إياها فقط مبدأ العمل، ما نريد ندخل بيها ديب لأن أنتم سبق وأخذتوها. أول طرق لفصل البروتين هي Ion Exchange Chromatography. Ion Exchange Chromatography تكلمنا بالمحاضرات السابقة عن الكروماتوغرافي، طريقة عمله، طريقة خصوصا بالإنزيم كاينتيك إنه شلون طريقة الفصل حتكون. بالنسبة للبروتين، Ion Exchange Chromatography is a purification method aimed at separating proteins based on charge. إذا هذا مبدأ عمله إنه حيعمل على فصل البروتين اعتمادا على التشارج، على الإشارة مالته، سواء كانت هذه الإشارة بوزيتيف أو نيجاتيف. النقطة الأخرى المهمة إنه مع الإشارة مالتها حتكون عندنا ارتباط البي اتش. البي اتش او ما يسمى بالايونيك كونستريشن. بعض من المحاليل عندنا اذا كان البي اتش تغير، قياس البي اتش بهذا المحلول عن اول مكان راح تتغير الاشاره مالت الجزيئه. يعني مثال على ذلك، مثلا عندنا البفر حضرته بالكروماتوغرافي البي اتش مالته كان 7، اوكي، وخلي الجزيئات اللي نريد نفصلها، وهذه الجزيئات كانت لنفرض نيجاتيف تشارج اشارتها سالبه، بمرور الوقت تغير البي اتش مالتي، يعني مثلا البفر تغير، دخول الهواء له، انضافت مواد ثانيه، تغير البي اتش صار لنفرض صار 5، اوكي، صار البي اتش 5، مباشره هذه النيجاتيف تشارج حتتغير، يا اما تتحول بوزيتيف يا اما اصلا تكون زيرو، تختفي منها الاشاره، اوكي. فالمهم عندنا بالايونيك اكستشينج كروماتوغرافي ان تضبطون البي اتش حتى تضبط عندكم الاشاره، هذه النقطه مهمه، تضبيط البي اتش حتى تضبط عندكم الاشاره حتى تكون عمليه الفصل واضحه عندكم وسهله.
لذلك بالايونيك كروماتوغرافي دائما البفر مالت البي اتش يكون 7، اوكي. جزيئات البروتين حتكون بوزيتيف تشارج، جزيئات موجبه. الكولومن مالت الكروماتوغرافي، العمود مال الكروماتوغرافي بي بي عنها مثل الخرز ناعمه، هذه الخرز تكون اشارتها نيجاتيف، حدد جزيئات البروتين إلها والالتصاق حيكون ما بيناتهم، وبالتالي يعني تاخذها الى مكان ثاني، بمعنى تفصل فقط جزيئات البروتين عن باقي الجزيئات الموجوده عندنا بالمحلول. ست العفو اوكي؟ بس أطار نعم. بس جروب أي ما نلقى أحد بي هسه دخلت ما لقيت أحد بي فدخلت هسه ويا جروب بي ما أدري ونفس المشكلة جماعتي هم يقولون طلاب الكل عندكم؟ لا موجودين، ليش؟ حياتهم كلهم موجودين. أنا دخلت هسه ما لقيت أحد معقولة هو نفس الرابط اللي دخلت له من الكلاس هو نفسه من الكلاس وموجودين، الجروبين موجودين. دخلت ولقيت بس طالبة واحدة بي حكيت وياها قلت لها حاحكي ويا استئلاف من جروب بي اوكي، بس طلاب الجروب الثاني واضحة عندكم المحاضرة؟ ما عندك اختيارات واضحة موجودين هم بالجروب الثاني. أوكي، نرجع لمحاضرتنا. إذا هذه حتكون واضحة عندكم إنه تغيير البي اتش مع تغيير الإشارة. البروسيجر الثانية عندنا هنا مثلا هذه الصور حتوضح لكم الايونيك سترينجث، هذه النيجاتيف ايون اللي هي الجزيئات اللي عندنا، هذه الجزيئات البيتس الخرز اللي تكون موجوده داخل الجهاز. فده تشوفون كل واحده منهم حتجذب قسم من البروتينات حسب تغيير الاشاره مالتها، وبالتالي حتاخذها وتفصل جزيئات البروتين. الطريقه الثانيه للفصل هي الافينيتي كروماتوغرافي، الطريقه الثانيه للفصل طريقه الافينيتي كروماتوغرافي. This method separates a protein on the basis of an interaction between a protein and a specific ligand. يعني طريقة هذه الطريقة حتفصل جزيئات البروتين، مبدأ عملها إنه حتربطها مع specific ligands، مع مادة معينة، مع أواصر معينة حتربطها وتاخذها. فالهدف منها إنه حتى تكون matrix، يعني نسميها كمثلا جزيئة أكبر أو مثل شبكة تجمع هذه المواد. أوكي، الأفينيتي هايلتها ممكن تقل الأفينيتي ويا تغيير البي اتش، فكل ما تغير البي اتش كل ما الأفينيتي، يعني هذه الجاذبية اللي حتكون ما بين الليجنس وما بين جزيئات البروتين ممكن تقل إذا تغير عندي البي اتش. أوكي، فإذا مبدأ عمل الأفينيتي كروماتوغرافي حتى تكون لي ماتريكس، حتى تكون ماتريكس ما بين جزيئات البروتين. الطريقة الثالثة كلش مهمة، طريقة الدايلسيس. هذه الطريقة تستعمل أكثر شيء فصل البروتينات وغيرها، خصوصا بالأشخاص اللي يكونهم أنه ما نقدر نعطيهم هذا العلاج، خصوصا الأشخاص اللي يعانون من الرينال فيلر، من الفشل الكلوي أو التهاب الكلى المزمن أو أي أمراض تخص الرينال سيستم. هذه دائما أكو علاجات أو تغذية ما نقدر نعطيهم إياه لأصحاب هذه الأمراض، خصوصا اللي تكون بروتينات عالية، وخاصة إحنا بحياتنا اليومية تعرفون هواية إنه الشخص اللي يكون عنده التهابات باليورينري سيستم أول شيء يمنعوه منه البروتينات. أوكي، أول شيء يمنع منه البروتينات إنه اترك اللحوم الحمراء، اترك منتجات الألبان، فما راح ينطوه بروتين لأنه هذه طبعا نتيجة الري أبزوربشن مالت الكدني تكون بيها خلل. فلذلك طريقة فصل البروتينات حتى تعطى لهذول الأشخاص لازم تفصل بطريقة الدايلسيس. This is semi permeable membrane is used to separate small molecules and protein based upon their size. يعني عبارة عن غشاء موجود بيها يكون semi permeable، النفاذية مالته semi، نفاذية مالته كلش قليلة، فبالتالي حتى يفصل جزيئات البروتين اعتمادا على السايز، على الحجم مالته، يعني حتى الجزيئات الصغيره يفصلها. الطرق اللي قبلها ممكن الجزيئات الصغيره او الكبيره مباشره تكون اوكي كلها ماشيه، لان الطرق اللي قبلها اعتمدنا على الاشاره، على التشارج مالتها.
هذه الطريقة السيمبيرميوبل ممبرين مصنوع من السيلولوز and has small pores. In general, this is method means of separating protein, but is a method used to remove small molecules such as salt. إذن مو فقط هذه الطريقة أقدر أزيل بها جزيئات البروتين الصغيرة، أيضا ممكن أن نزيل بها حتى الأملاح. الطريقة الأخرى Ultra Filtration Methods. This process for separating small particles and dissolved molecule from a fluid. يعني هذه الطريقة يجي عندي fluid لازم أفصل منه جزيئات البروتين. فشون أفصل جزيئات البروتين من سائل؟ عن طريق Ultra Filtration. تزيل هذه حتى السمول بارتيكلز ممكن تزيلها من هذا الفلويد اعتمادا على المولكيولر سايز، اعتمادا على المولكيولر سايز حتى تعبر من هذا الفلتر ممبرين مالته، اعتمادا على المولكيولر سايز. لكن المولكيولر سايز حيكون عندنا ما بين ال 1 تو 1000 كيلو دالتون، هذا اللي حنقدر نعبره من الفلتر اوف الترا فلتريشن. لكن عملية الفلتر هنا بهذه الطرق راح تتأثر بعدة عوامل، راح تتأثر بالكيميكال كومبوزيشن اوف ذا فلويد، يعني المادة الكيميائية او الطبيعة الكيميائية لهذا السائل، تتأثر بالموليكيولار سايز مثل ما تكلمنا، يعني الوزن مالته شلون راح يكون الموليكيولار ويت مالته، اند الكتروستاتيك بروبرتيز حسب الخاصية الالكترو مالته انه الاشارة مالته حتكون شلون، فبالتالي راح شوية تتأثر بها هذه العوامل حسب تغيير الفلتر عندنا. لكن أهم شيء عندنا السايز مالته حيكون at least ما بين 1 to 1000 كيلو دالتون. الإلكتروفوريسيس تكلمنا عنها بالمحاضرات السابقة بالتفصيل طريقة الإلكتروفوريسيس، لكن في فصل البروتينات مجرد تغيرون نوع الجل المستعمل بجهاز الإلكترو، من أريد أفصل بروتين فقط تغيرون نوع الجل. الجل المستعمل بالفصل البروتينات بالإلكتروفوريسيس هو صوديوم دوديسايل سلفيت بولي أكريلاميد جل. صوديوم دوديسايل سلفيت بولي أكريلاميد جل هذا الجل المستعمل في فصل البروتينات بجهاز الإلكتروفوريسيس. الطريقة الأخرى أيزو إلكتريك فوكسينج. أيزو إلكتريك فوكسينج هذه الطريقة سيملي آز إلكتروفوكسينج، نفس الالكتروفوريسيس لكن الفوكسنج اللي نقصد بها معناها حتركز على نقاط جدا خاصة بجزء بفصل البروتين. راح تفصل عادة البروتين، البيبتايد، الأمينو أسيد كلها حتفصل اعتمادا على الايزو الكتريك بوينت. ايزو الكتريك بوينت يعني تغيير البيئة هنا ما راح يتحكم بتغيير الإشارة. أوكي، هذه الطريقة اللي يعني تفرقها عن البقية إنه من يتغير الـ pH no charge ما راح تتغير الإشارة. أوكي، واحتمال أصلاً ما دام موجود بها الـ pH تتغير ممكن تكون الجزيئات بدون إشارة، بالتالي العملية حتكون إنه مباشرة كل جزيئات البروتين حتتحرك باتجاه الإلكتريكال مالت الجهاز. أوكي، اتجاه التوصيل الكهربائي مال الجهاز. ليش؟ لانه كل الجزيئات هي بدون اشاره، كل الجزيئات بدون اشاره، ايش قد ما يتغير البي اتش راح تبقى هذه الجزيئات بدون اشاره. هذه الطريقه اللي تميزها عن باقي الطرق. كابيلاري الكتروفوريسيس نفس طريقه الالكتروفوريسيس بالضبط، لكن ليش قلنا كابيلاري؟ لانه ممكن انه يفصل الجزيئات اللي تكون جدا قليله، سواء بالحجم سواء بالعدد سواء انه الكميه مالتها كلش قليله، فبالتالي تفصل بالكابيلاري. طريقه السايز اكسكلوجن كروماتوغرافي هذه اعتمادا على السايز. هذه الطريقه used to determine the amino acid composition of a protein. هذه الطريقه بالذات حتعتمد تستخدم حتى تقدر كميه الامينو اسيد اللي موجوده بهذا البروتين، للنيوتريشنال كواليتي اوف بروتين يعني اعتمادا على شنو، حتعتمد على البروتين دايجستيبلتي الهضم مالت البروتين، اعتمادا على يعني احنا هذه الطريقه بالذات راح تستخدم اكثر شيء يستعملوها مصانع تصنيع الاغذيه. اوكي، هذه اللي يصنعون الاغذيه
واللي دائما يلجأوا لها أطباء التغذية. ليش يلجأون هذه الطريقة؟ لأنه هذه الطريقة حتحدد لهم نوع البروتين المستخدم اعتمادا على الدايجستبيليتي مالته، طريقة الهضم، اعتمادا على القيمة الغذائية الموجودة به. لكن هذه الطريقة تكون more expensive، كلش غالية، والوقت اللي حتستهلكه كلش وقت طويل تاخذ حتى تستهلك، يعني حتى نعرف هذه الأشياء الأساسية اللي موجودة بها. طبعا الطريقة غالية لأنه الجل مالتها غالي، البفر مالتها غالي، تعرفون الوقت اللي تاخذه ليش وقت طويل؟ لأنه لازم يفصلها حسب التشارج، وحسب السايد، وحسب الموليكيولار ويت، وحسب كمية الأمينو أسيد، حسب كمية القيمة الغذائية، فلذلك تاخذ وقت طويل حتى تدون عندهم هذه الطرق. أوكي، إذا هذه أهم الطرق لفصل البروتين اللي ممكن نستعملها. طبعا أكو هواية بعد طرق للفصل، لكن إحنا هذه أهم الطرق المستعملة. بعض من الأشياء المهمة أو الاختبارات المهمة تستعمل البروتين الفاكشناليتي، يعني لتقدير وظيفة البروتين خصوصا بالفود أبليكيشن، اللي قلنا تطبيقات التغذية ومصانع تصنيع الأغذية وغيرها. لازم أعرف الوظائف مالت البروتين. طبعا هذه تخص البايوكيمستري أكثر، لكن احنا حنحدد أغلب هذه الاختبارات اللي تخص بروتين فاكشناليتي. هي 4 اختبارات: سوليوبيليتي حسب الذوبانية مالته، حسب الإيموسيفيكيشن الاستحلاب مالته، انه هل انه يفصل عن السائل اللي موجود بيه أم لا، فومينج انه حتتكون رغوة أو لا، أو جيلاتين انه حيكون إن أضيف له فد مادة أشوفه راح يتحول إلى جيلاتيني أو لا. أوكي، إذا هذه أغلب الاختبارات أو أهم الاختبارات اللي تخص البروتين مثال لطرق الفاكشناليتي مادة. هذه محاضراتكم لليوم، إن شاء الله تكون واضحة عندكم وهي سهلة، إن شاء الله ما بيها شيء. أي سؤال عندكم عن المحاضرة أسمع منكم. طلاب إذا عندكم سؤال. شيت بس البي اتش بالصفحة الأولى قلتي لازم نضبطه على 7 ومهم، يعني شلون تتغير إشارته؟ انه مرور الوقت حتتغير، مثلا خليتي البفر وضبطتي البفر مالته 7، وبعدين اخذتي وقت اطول، مثلا تغيير الحراره تغيرت بيها البي اتش، اضافه مواد ثانويه غيرت البي اتش، فلازم قبل ما تبدون تفصلون ترجعون تقيسون البي اتش، بقى 7 مثل ما اول مره ردتوا ام لا. تمام، شكرا. عفوا. طلاب استمارة الحضور نزلت عندكم على الكلاسين مثل جروب A وجروب B.